غالبا ما بنسمع لما بدنا نقول انه والله نحن متوحدين او قاعدين لحالنا، هل التوحد هو اليوم مجرد انعزال؟ كثير من الاشخاص ممكن يسيئوا فهم التوحد اليوم ويعتبروه انه هو مجرد صمت او انعزال او الابتعاد حتى عن الاخرين، ولكن هو اكيد اضطراب وله اكيد اعراض بتحدد شو هو التوحد بالضبط. فهو من عقدين او ثلاث عقود كانوا اشخاص قليلين جدا بيعرفوا شو يعني التوحد بالضبط او حتى بيسمعوا فيه. على العكس تماما بهذا الوقت صرنا نحن مصابين بالتوحد للاسف يا عفاف. اليوم اكثر رح نتعرف على هذا الاضطراب وايضا الحالات اللي تعتبر فعلا هي توحد وابرز العلامات اللي ممكن ظهورها عند الاطفال اللي مصابين بالتوحد، وايضا رح نتعرف على الاسباب اللي بتسبب هذا المرض وايضا طرق العلاج وسبل العلاج. رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو آلاء الداغستاني، استشاريه نفسيه واجتماعيه. يسعد صباحك. يسعد لي صباحكم. صباح الخير دكتوره. صباح الخير. كنا عم نحكي تحت الهواء، معلش خلينا نحكي هاي المعلومه، انه الكبار ما بينصابوا بالتوحد، هو بيخلق من الصغر عند الاطفال ويا اما بيكبر معه يا اما بيتعالج من هذا الاضطراب. اليوم كيف بدي اعرف انا طفلي اذا عنده توحد؟ ما بدنا نقول انه هو صامت منعزل بعيد عن العالم معناتها هو خلص مصاب بالتوحد. نعم. شو هي الإشارات يلي بتحدد إنه هذا الطفل عنده توحد؟ طيب هلا هو توحد اضطراب نمائي، تمام؟ فهو أول شيء خلينا نكون متفقين إنه هو مش مرض عشان نكون عارفانين، ولا هو إعاقة، يعني لأنه في ناس بتفكر إنه إذا قلنا اضطراب توحد هو حتى اسمه ما اسمه اضطراب توحد، اسمه اضطراب طيف التوحد. وليش سمي اضطراب طيف التوحد؟ لأنه كل طفل توحدي هو حالة خاصة متفردة عن باقي الحالات، فهو عبارة عن مجموعة، الطيف هو مجموعة من الألوان، تمام؟ فلذلك هو طيف اضطراب طيف التوحد. هاي شغلة. هو اضطراب بمعنى أنه هو أنا لما الطفل بيخلق عندي، تمام؟ غالباً هو بيخلق معه، خلينا نكون، وبيكتشف الاضطراب تبع التوحد بالسنوات الأولى. كيف فيني اكتشفه؟ أول علامة بتبين معي هي إنه الطفل ما عم بيكون مثل أقرانه بالتعلم، يعني لو جبنا طفل عمره سنتين، تمام، وطفل توحدي عنده عمره سنتين، فحلاقي موضوع الكلام عنده غير موضوع الكلام هون، حلاقي هو مثلا الطفل التوحدي بيكون عنده تأخر لغوي، تأخر حتى بالتواصل، حلاقي عنده التواصل البصري مش تمام، حلاقي لو ناديتيه باسمه، تمام، هو ما بيرد على اسمه. الطبيعي لو انه انت عندك طفل قلتي له شوف مثلا هون فهو حيلتفت بهاي الطريقة ليشوف هذا الشيء. الطفل التوحدي بتلاقيه هو ما بيتجاوب معك بهاي الأمور، يعني هو ما بيكون متواصل معك أو عم يتجاوب معك لما تقول شوف القطة أو طلع يمين أو طلع شمال. فهو هاي الأمور أبرز فينا نقول العلامات، وفي علامات كتير، ولكن هي أبرز العلامات اللي بتكون واضحة لإلي بشكل مباشر، وحلاقي إنه هو بينزعج بشكل كتير كبير من الأصوات العالية، من الضجيج، فهو بيسبب له هذا الشيء فينا نقول نوع من نوبات الانفعالية، يعني تمام، عصبية، يعني ممكن يصير بيصير عنده نوبات عصبية. نعم، تتطور. يعني هون بدنا نفرق بين الانعزال وبين التوحد. نعم. يمكن في أطفال بيروحوا للانعزال والوحدة، ممكن تكون هاي حالة مؤقتة، تمام. لكن هل هي إنه من علامات التوحد؟ هلا لا، مو من علامات التوحد. يعني هي ليك حلك شغلي، هو كتير مهم إنه نفهم إنه أي عرض أول شغلة بده يكون مستمر ومتكرر، تمام، وبكل المواقف، وتقريبا عندي يعني نحن بنقول هي المدة 6 شهور، بس أنا ما أفضل إنه كتير نستنى. لما نشوف علامات معينة مترافقة مع بعضها، مجموعة من العلامات ومتكررة، الأفضل إنه نحن كل ما لجأنا للمختص بشكل أقرب كل ما كان أفضل للطفل، حتى نحن نساعده إنه هو يتجاوز بشكل أفضل ويكون هو ضمن أقرانه الطبيعيين. فلا، الطفل التوحدي هو ما بيحب ينخلط مع الناس، ولو خلطيه مع الناس فهو بيكون منعزل حتى بانخلاطه. الطفل الطبيعي اللي ما عنده اضطراب توحد حتلاقي لما تخلطيه مع الناس بيشد لعبة، هاد بيتبادلوا اللعبات، بيكون في أشياء بيلعبوا مع بعض، ممكن يلعبوا لعبة جماعية، وممكن هاي الأشياء بالنسبة للطفل التوحدي غير متوفرة، غير بعدين بالعلاج والتدريب ممكن يصير عنده تواصل مع الآخرين، ولكن هي كعرض هو بيكون مش قادر يتواصل مع الناس الغرباء، أو مش قادر يتواصل مع مجموعة من الأطفال يلعب معهم. يعني خلينا نقول إنه
عنده ردات الفعل بطيئة ولا ما في ردات فعل نهائيا؟ هلأ بالنسبة لإله الطفل التوحدي هو إله شخصية مستقلة تمام، فهي الشخصية تبعه شخصية غير متفاعلة مع الآخرين، فهو إله شخصيته الاستقلالية فهو غير متجاوب معك. يعني أصد طيب اليوم إذا بدنا نرجع للسبب الجوهري لإصابة هذا الطفل بهذا الاضطراب، خلينا نقول شو هو السبب؟ بيعود ممكن يكون من هو وجنين، ممكن وراثة، ممكن يصير معه بعد ما يخلق. طيب هلأ هو كل شيء ممكن حلو، ولكن لحد اليوم يعني علميا غير مثبت السبب الأساسي تبع هذا الاضطراب، ولكن يلي صار يعني بالفترات السنوات الأخيرة صرنا نلاحظ أنه أعراض الطيف التوحد هي نفسها عم تظهر عند الأطفال يلي تعرضوا لتربية أو أسلوب تربية خاطئ. بمعنى من يوم ما خلق الطفل وهذا الشيء من السلوكيات الخاطئة اللي لازم ننتبه له، لأنه كمان عم بيأدي عنا الأطفال بحاجة للعلاج، بغض النظر إذا هو يعني فينا نقول أنه هو هيك صار اضطراب توحد الطيف توحد أو لا، ولكن عم بيكون عنده الأعراض المشابهة تقريبا بشكل كتير كبير، يلي هو الطفل أول ما بيخلق يقعد على التلفزيون ساعات كتير طويلة، يكون دائما متعرض لشاشات لألوان لأصوات، يكون دائما مثلا على الموبايل. هاي الأشياء لما عم يكون بالسنوات الأولى من حياة الطفل بالخمس سنين الأولى تحديدا عم بينشأ عندي تأخر لغوي، عم ينشأ عندي ردات فعل عنيفة، عم ينشأ عندي أطفال عنده أعراض. يعني لما جينا نشوف الأعراض لقينا أنه أو يعني هي نفسها تتشابه بشكل كتير كبير مع أعراض طيف التوحد. أما هو طيف التوحد إمتى بيكون؟ يعني خلينا نقول اللي جاي معه طيف توحد نحن بنبدأ نكتشفه من السنوات الأولى، خلال السنتين الأولى بيكون بدأ يكون ظاهر عندي العلامات، أو فينا نقول الخمس سنين الأولى على أكثر تقدير حيكون واضح تماما لإلي أنه هذا الطفل عنده مشكلة بحاجة أنه نحن نبدأ نشتغل عليها ونعالجها حتى ناخد الطفل ليكون قادر يمشي مع أقرانه الطبيعيين. تمام، ذكرتي نقطة كتير مهمة، شاشة التلفزيون وأيضا شاشة الموبايل للأسف. ولكن هاي الظروف في أغلب الأحيان الأمهات عم يشتغلوا برا البيت، عم يضطروا يتركوا هذا الطفل لساعات طويلة أو حتى ضمن البيت. اليوم الموبايل أو التلفزيون عم يلهي هذا الطفل بس نحن ما عم ندرك مدى خطورته. اليوم قديش التوحد بيأثر على دعم أو مشاركة الطفل بوسائل التواصل الاجتماعي أو بالتواصل الاجتماعي بشكل عام، حتى بالمدرسة، حتى مع رفقاته، مع أقربائه بشكل عام؟ طيب هلأ شوفي لحلك شيء، يعني إذا نحن بدنا نضل يعني نحط الظروف أنه هي يعني عم تخلينا أنه ننهي الأطفال بهاي الطريقة، في أشياء تانية ممكن تمام في لازم نشاطات. يعني لك شغلة، لأنه نحن الطفل أول خمس سنين من حياته أهم شيء بحياته أنك تنمي له الحواس الخمسة مش حاسة واحدة. فأنت لما بتعرض الطفل للموبايل أو للشاشات فأنت عم تنمي حاسة واحدة رقم واحد أساسية ألا وهي الألوان، تمام؟ البصر خلينا نقول. فأنت هون أثرت على نمو باقي الحواس، فمن هون بصير عندي خلل، تمام؟ بصير عندي شيء اسمه تأخر بالنمو. يعني أنا هون حيصير الطفل قدراته التفكير، قدرات التفكير عنده، قدرات الإبداع، الأشياء هاي مختلفة عن باقي أقرانه، تمام؟ فكتير مهم أنه نحن الأطفال تنحط بأنشطة حركية أو يكون في إلهم مكان يكون بيوفر الأنشطة الحركية والفكرية اللي هي أنه بتشتغل مثل الروضة، تماماً مثل الروضة، مثل روضات المونتسوري هي الأفضل. أنا بالنسبة لإلي كأخصائي بقول لك أنه التوجه للمونتسوري هو الأفضل بالخمس سنوات الأولى، لأنه بيشتغل على تنمية الحواس الخمسة، ما بيشتغل على حاسة واحدة في حال كان المنهج تبع مونتسوري عم يطبق بشكل جيد. أما بالنسبة لأطفال التوحد ففي عنا شغلة مهمة جدا ألا وهي لازم شقين، ما بيمشي الحال حدا يعتمد على حدا. فعنا نحن اللجوء أول شيء مثل ما قلنا للفحص المبكر، هذا الشيء كتير أساسي. إذا شكينا أو اشتبهنا أنه عندي أعراض متكررة، الطفل ما عم بيسمع لنداء اسمه، هاي شغلة كتير سهل نكتشفها أو ننتبه لها، ما عم بينتبه معاي لما نقول شوف هون أو كذا، ما عم بيتجاوب معي، ما بيتجاوب للأوامر نهائياً، عم نلاقي أنه في عندي تأخر بالكلام أو تأخر حتى بالتواصل بأنه يفهم علي الجملة ويرد علي، تمام؟ فيفضل نلجأ للأخصائي رقم واحد. رقم اثنين من المهم جداً عدم إهمال هذا الطفل، يعني ما بينحط بالبيت
تمام. لازم مركز مختص يتابع العلاج معه، لازم الام تكون عرفانه او الاهل عرفانين انه هن عندهم مسؤوليه مهمه جدا بهذا العلاج، الدور مترافق. اذا كانوا عن جد بحبوا اولادهم وحابين انه اولادهم يكونوا عم بيعيشوا حياه طبيعيه مع الايام ويكون عندهم مثل ما بيقولوا وجود بالمجتمع وحياتهم ماشيه، لازم يكونوا عم بيشتغلوا بالشقين بطريقه صح لحتى نوصل لهاي النتيجه. طب اكيد اليوم يعني الطب تطور والعلاجات تطورت وصار في ابحاث جديده حول فهم موضوع اضطراب التوحد، ويمكن صار في حتى طرق علاج جديده. خلينا نتعرف عليها سوا، الابحاث الجديده والتطورات بخصوص هذا الاضطراب. طيب هلا بالنسبه لانه شو يلي تجدد بهذا الموضوع، تجدد انه صاروا يفهموا عقليه التوحدي، تمام، وصاروا يعرفوا انه عقلية الطفل التوحدي هي ما لا عقلية انه كانوا من قبل بغالبية يتعاملوا على انه هو خلص حالة خاصة وبده يضل حالة خاصة كل الحياة، تمام، مثل لما يكون عندي مثلا حالات خاصة مختلفة اللي هي فيها مثلا إعاقة بمكان ما. أما هون لا، هو اضطراب بس نمائي، تمام، ولكن هو قادر، هل هو قادر أنه يوصل لأنه يسلك سلوكيات طبيعية؟ نعم. فهن قدروا يفهموا اليوم عقلية التوحدي، ويفهموا أنه عقلية التوحدي هي بس بدها شوية مثل ما بيقولوا الصبر من الأهل وصبر من المعالج. طبعا المعالج أكيد هو متدرب على هذا الشيء ليعرف يتعامل معه، ولكن غير كافي دور المعالج لحاله إذا كان الأهل مش متعاونين، تمام. فنحن الطفل التوحدي صرنا نعرف أنه ما في شيء اسمه والله أنا بشفق على ابني خلاص هذا حالة خاصة. لما يعملوا هيك الأهل فهن أثروا على نموه، أثروا على أنه هو يتطور، تتطور مهاراته. أما لما الأهل يمشوا على كلام الأخصائي وبأنه لا، لما تقول له أمر لازم ينفذ الأمر ولازم أنت تدربه كيف ينفذ الأمر ويبدأ يتعامل معه بهاي الطريقة، فهون الأخصائيين فهموا عقلية التوحدي. لما فهموا عقليته صار في عندي أنا سيستم علاج مناسب. هل هو عم يتحول لأنه يكون عم بيمارس حياته فيما بعد بشكل طبيعي؟ بنسبة كتير كبيرة إيه؟ تمام. اليوم أكيد دور الأهل كتير كبير وأهم يمكن من دور الطبيب، لأنه إذا كان في دور للطبيب وبحالات الشفاء، إذا ما كان في فعلا شيء فعال للأهل بضمن المنزل أو ما عم يتبعوا إرشادات الطبيب، وكمان يمكن في وسائل لازم يتبعوها الأهل يمكن تساعد الطفل أكثر من الجلسات عند الطبيب. خلينا نحكي عن الاستراتيجيات اليوم الفعالة لتعليم الأطفال أكثر. هلا أول شيء مثل ما قلنا نحن بدنا نعتبر أنه هو طفل طبيعي بس عنده مشكلة، يعني بس ما أكثر. هاي نقطة مهمة، لأنه الحكم بتعامل الأهل مع أولادهم هي الفكرة يلي أنت بتتبناها عن ابنك. فلو أنت تبنيت أنه أنا ابني خلص هذا مثلا مريض أو عنده مشكلة ده تستمر معه مدى الحياة، فأصلا هو الأهل محبطين قبل ما يبدأوا عملية. بصير بيحكوا قدامه يمكن لعمر معين بصير هو يسمع تماما هذا الحكي. لا، أنت عندك هذا الطفل توحدي، عندك أطفال تانين طبيعيين، أنت بس هذا بدك تعمل معه شغلة أنك تركز معه تساعده أنه يتبنى المهارة أو يتبنى الموضوع، ولكن هو بده يمشي على قانون البيت مثله مثل باقي الأطفال الموجودين معاه بقلب البيت. هاي شغلة. الشغلة المهمة جدا أنه الأهل بدهم يعرفوا أنه ما في تأفف من الحالة، لأنه هذا الشيء العامل النفسي تبع الأهل كتير مهم، وهن كيف بيأثروا نفسيا على هذا الطفل كتير مهم. شغلة ثالثة، في تدريبات كتير بدها تمشي، منها أنه أنا لازم أنه الطفل يعطيني الكلام، لأنه التوحدي ما بيطلب منك بيقلك عطيني مي، تمام. فهو ممكن يأشر لك، ممكن يوحي لك، ولكن هو ما ممكن انه يطلب منك. فانت هون طبعا بيكون هو عند الاخصائيين عم بيتدرب على هذا الشيء. فمن المهم انه الاهل بالبيت كمان يكونوا انه ما يعطوا الغرض، تمام، لحد ما هو يطلب، ولو بكلمة واحدة بيبدأ تدريبه مش بمجموعة يعني كلمات تحفيز. تمام، لازم تحفيز. لأنه شو بيعملوا الأهل؟ شوفي الطفل التوحدي عنده شوي من الضجيج، شوي من القصص هاي، وعندنا ما قلنا أنه هو ما بيستجيب للأوامر وكذا، فهو عنده حالة وهو ذكي على فكرة،
يعني هو ذكي. هي النقطة اللي بدي أقول لك قدرات مهمة عليها اليوم. كل هي. الأهل عندهم طفل مصاب باضطراب التوحد، هدول الأطفال عندهم مقدرات عقلية وفكرية. ممكن كثير شفنا أطفال توحد كانوا مصابين بالتوحد، عندهم عبقرية بموضوع ما، مبدعين بموضوع جداً ما جداً الطفل جداً. الطبيعي ما بيقدر يبدع فيه حتى. تماماً. هلا شوفي، كل طفل له قدراته الخاصة والمميزة، سواء كان طبيعي سواء كان عنده أي مشكلة كانت. هذا مهم جدا نؤمن فيه. يعني ما في شيء اسمه إنسان خلق على هاي الأرض هو موجود لمجرد أنه موجود ما إله طعمة بوجوده، لا، هو إنسان إله بصمة، إله رسالة، إله تأثير، إله وجود. في حال نحن اشتغلنا واكتشفنا البصمة الخاصة اللي عنده، الموهبة الخاصة اللي عنده، المكان اللي هو بيبدع فيه وجهناه، فهو حيكون حدا إله وجود، إله تأثير. وفي حالات كتير بتشهد على هذا الحكي بكل أنواع الاضطرابات والمشاكل، حنلاقي في ناس أبدعوا. تمام. فالطفل التوحد يمكن عم نقول انه هو ذكي كثير، فهو شو بيعمل؟ هي نوبات الغضب يلي بيعملها والاشياء اللي بيعملها الاهل من باب يرتاحوا. تمام. فخلص خذ هذا الغرض، ما بيتماشوا مع كلام الاخصائي يلي قال لهم انه لا تعطوه الغرض مثلا غير ليقول كلمه معينه دربوه عليها. فهذا الاشي صراحة بيأخر كتير بتطور هذا الطفل، بتشافي هذا الطفل. هلا هو مش شفاء خلينا نقول، يلي هو لأنه اتفقنا أنه هو مو مرض، هو اضطراب. فالاضطراب هي شغلة بتستمر معي، ولكن أنا بقدر خفف أعراضها لنسبة 90%. أنا صفى عندي شو شغلات بسيطة جدا وهي ما بتأثر عين، بيقدر يفوت مثلا يكون بوظائفه الحيوية بشكل طبيعي، بيقدر يكون متعلم، بيقدر يكون منجز. في أشياء كتير هو بيحسن يساويها، فحرام أنه نحن نضيع كل هاي الأشياء الجميلة يلي بيحسن يساويها لمجرد أنه نحن والله ضايجين، ضايق خلقنا، ما عنا طولة بال. وهو بصراحة يلي بصير عند الأهل، وهي هي أكبر غلطة بتصير، أنه هن بيكونوا دائما زعلانين على حالهم، زعلانين على ابنهم، ودائما عم بيقارنوا ابنهم بأبناء آخرين أو حتى بأبنائهم الطبيعيين يلي معن مثلا إخواته لهذا الطفل. فبيكونوا دائما بحالة نفسية عصبية، متوترين، قلقين، فعم بيعاملوا هذا الطفل على هاي الطريقة، عم يصير عنده قلق أكثر. تمام. وفي معلومة مهمة جدا، الطفل التوحدي هو إنسان حساس لطاقة المشاعر بطريقة لا يمكن حدا يتخيلها. حساس لدرجة أنه أنت وقاعدة يعني فيك تقولي أنه هو عم يقرأ أفكارك وعم يقرأ مشاعرك، وعرفان أنت شو مفكرة تجاهه، وعرفان أنت شو عم تحسي تجاهه. لذلك هو بيتعامل معك للأمانة مش على سلوكك، بيتعامل معك على الطاقة الشعورية والفكرية اللي أنت محتفظة فيها عنه. فلذلك بتلاقي هو كل ماله بيكون خلينا نقول بتعامله معاكي مش متجاوب أو أصعب. فكل ما حسنتي الأفكار والأحكام والطاقة الشعورية تبعك عن الطفل وعن مشكلته، وكنتي متفائلة وعندك هذا الأمل بشكل حقيقي، نحن عم نحكي لأنه قلنا هو بيشعر طاقة الشعور مش الكلمة، الشعور الداخلي، فهو حيكون متعاون معك أكثر به رحلة العلاج. ذكرتي شفاء تام ما في من هذا الاضطراب، لكن في حالات حسب ما بيتبعوا سبل العلاج ممكن تخف لحد معين ويندمج بالأسلوب الحياة. لدرجة أنك تشوفي طبيعي. تمام. يعني هو بيصفي أشياء، يعني شوفي بيعيش بحالة طبيعية جدا لما نشتغل معه صح. يعني ما بقى بتحسي أنه هو حدا كتير عنده مشكلة، يعني بصير عنده تواصل مع الآخرين، بصير عنده مثلا اشياء الطبيعيه اللي ما فيها هو مشكله. عرفتي هو عنده اشياء بسيطه جدا بتصفي، ممكن الناس ما تحسن اصلا تفرق انه هو توحدي او غير توحدي. نعم. اكيد. يعني بالختام بدنا نتشكر وجودك معنا الاستشاريه النفسيه والاجتماعيه الاء داغستاني، وما بدنا ننسى نوجه نصيحه لكل الاهل يلي عندهم اطفال مصابين باضطراب التوحد، ركزوا على نقاط القوة والإبداع عند هذا الطفل، لأنه أكيد هو عنده مقدرة خارقة على فعل الأشياء، بس أنتوا لازم تكتشفوها. شكراً لإلك وأهلا وسهلا. شكراً لكم. بقية النهار حلو لإلك.